الحمد لله الرحمن الرحيم. امتن على عباده بالصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. نحمد الله فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، إخوتي في الله، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو من بغل له يضاحى إن يحدثه ربنا تبارك وتعالى الله طباسي ومن بشر كأوان أن نغربه لأن ابن آدم وقت وضبع يزيك وضبع وقفيا قفو سيكا سوفان وشقيسو يزيك سوفان وشقيسو يزيك سوفان ابن آدم هذا معصوم معها بني آدم يقف معصوم أي مجره إذ الله لي عيد دون معها هاتين إذ كتب حلم رب إله سبحانه وتعالى إلى إن قطوع إله وطوك يتحكيزا وهي استغفال تبريص من رب الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وحر وطوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلهي حكيز أسر نقض المؤمنين إذنك أوطن وحال بذنته وغيابا إن اللباتان إن اللباتان طوبت ولا غير واحد محبا معي لبات هذا يفوت كان في الدنيا والآخرة طوبة يا أكبر رسول الله سبحانه وتعالى آيات القرآن الكريم كان وعدين سنة ثلاثة إلهي سبحانه وتعالى إلى الوقت الوقت هنا قطر استغفاري يتبدأ في الدستان وحيكاتها من سائل سبحانه وتعالى إلى دلواته والله تبارك وتعالى حديثها في دلواته أيك مكان من سعى سيادة سيوم من قادر لفت الكاظ الدنوب تأيام عاصلة وقت والبعض من سوء يأكل سوء لأن من هذا البعض هي ضعيفة. عباد الله، إن ابن آدم مخلوق ضعيف، إن ابن آدم مخلوق ضعيف، وابن آدم ومخلوق ضعيفة وحلا ليحيى عباد سنت من الله سبحانه وتعالى عزيزا. الله تبارك وتعالى وحولي والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله سبحانه وتعالى الدنيا إلى الحديث ونقطان كوي شهوات ينفتر روح الدنيا وحي كيسان ساتاسي نفس وحي كيسان وآي الدولي إن الله سبحانه وتعالى رضي سبحانه
سبحانه وتعالى الحديث سبحانه وتعالى الحديث سمرنا أخذ وصلنا
هذه أي مالك هذا تمام وإلهي سبحانه وتعالى يوجهه إن كان له عمل صالح النبي عليه الصلاة والسلام إليه هذه العمل من أساس قيسته وقف إليه عمل من أساس أخذ منه بقدر مظلمته وحلا يقال يقدر كظلم المسلمين يعمل في صالح كاملا وإلا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه هذه يقول قف وحسنات يوحد ونائب وطرنا عن الله وحلا يقال حمالها ساكين كما يقال تبت يسكى قرقا لسا تبت القفك ظلم يجب وطفل سمي أي قرقا لسا عليا تازينه احتمام سا يرغوه ملك وحيره عين مضي عين حبار مطر عين من وحا أدر إلهي سبحانه وتعالى من المحبية عين مطر عين نظر ما همان لا دير تطلع إيوا إلهي من المحبية عين مطر وعمل ثاني صالح أي من أسلام أنت أدير تشغي سنسي إذ إلهي سبحانه وتعالى دولة إلى الله تبتر دبيت مرة ما يعقاه حديعي كما قال حمانه وقفك كان الدم يعطيك شيء والله كرك الغسر تاسع عين مضي يا الله سنة عليه الصلاة والسلام مني وحلل مني أتدرون من المفلس ورعيك ما كرمسا قال روحي هذا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع مفلس أقل وحر إلى ربي سحابه كتب من النبي عليه الصلاة والسلام وأنك عن درهم درهم أنا هيتا ألامنا أنا هيتا كاسع وعلى ريوح هيتا وجهت درهم يلا أكثر ما هيتا متاع يا الله ديدك ما هيتا كاسع عائلة من يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال روحي فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل ماله وأكل ماله وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيرقى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار عياذا بالله وحنب عليه الصلاة والسلام شعبي سويدي ما قرأنا سنقف المفلس كأي عينة تبقى تبقى كل شبابين قفك مسلم المفلس كأي عينة وقفك أن درهم يمتع قرى أن حسن تبقى تنبع عليه الصلاة والسلام وعقولي إن المفلس من أمتي ما يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام قفك المفلس كأي عينة وأمد المضي إلى الكاملة وقاسي وضيما يمالك القيامة صوم قول إيمانيا صلاة قول إيمانيا سكاة زك قول إيمانيا ويأتي وحق روحي وحق قول إيمانيا وياك وحق رأي مريا وقد شتم هذا وقذف هذا كاي سرع عليه كم يسرع منه وحميه قد فيه وحمام مشاري وأكل مال هذا كم يسرع مال كي سرعي وسفك دم هذا كم يسرع ديكي سداده وضرب هذا كم يسرع وقرعي فيعطى هذا من حسناته انت أصدق في مده إيمانك مد مال كي سرعي مد مال كي سرعي مد إيمانه وياك سبحانه وتعالى وإيمانه يسرع وضعي قفكا حقي في الله إلا بقى دبل مدنا ان دي كي سي ان دالي دي كي لا سبحانه وتعالى تعرم مدنا دالي مدنا عايش ومركا وعويا قذفي ومركا وعويا عاي مدنا حمام كوكري ومركا وعويا زني وحي نبدا كوكري وحاصر وحي جمال مصر ويكاد لك هاي ذنب وطوار كشي وقال الله سبحانه وتعالى اكي سبك شيء وقال ضومها اكي شيء ان ما لدى قيامة لا صادده وقفك اطارك ان ما لدى قيامة انت ايماده ومن كان وحبي الله سبحانه وتعالى بالدعوين دورا لما تقفت كل من يا يسوى وحا سوى يسوي دين دارين قف مال كي سعني قف قراعي محالة سمين يا وقت قف كم ذنب مقرد وعلى حيثة وحا حيثة أطلع ضم الله سبحانه وتعالى كمير لما تروح على سمين يا فيرضى من حسناتي وحا لصير يتذكر من ذنب يدك بكري حسنات يسوى وحا تذكر الله سيري تبدل وهذا من حسنات تسوى حسنات كيسي هذه عيد ما ظن أو دكان قبل فضلا يدري له وكم الحسنات كم كنا فيه عندما الحسنات يسوي كل ما ظن قبل يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذه الحسنات يسوي ما ظن وحنا قصر قاضي كففك تنتي وذبي له يقبل فضلا وكم عليه دبل يسرع كل الرصايا دبل ثم طرح في النار ونبي عليه الصلاة والسلام لي سجل دبل ما تساس تعرف ناطق يا بطريا كاسع عيا هذا عين دبتها هي كوي وقفت كعيرو بي حسنات في ونادي وصوش قيسي دبت حاضر حمان في أمان ذكري كرك القصاري دبت ناطر بطري قفت عيسى بمجده عين دبتها هنا وقاف إذا كان مان تفصدر هاي ستا فصدر هاي ستا وعوية إلا قف يتما قفت على شطه قف يا أمام لما يدبين لك شيء قف يا ديبي في مال شيء إلا مان تعكت رابو مان تعيات في صلاة ستاية أقول قولي هذا وصف
الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وله الشكر على نعمه وآلائه، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، ولا ليه روحي وصنعه إلي الله سبحانه وتعالى توضلي سيدي حقي سيدي نرنق الله إن ولاك فرد الله إليه، لكن قفت التوقيت يسكن الله إله سبحانه وتعالى حقي سيدي عظم قليلا إنه آخر قوة صالح قوم النقرية قوة أدمنا وحوية الدبية تلك سينا حتى نتحرى سنة إن الإله سبحانه وتعالى آخر مكين في قرب إيو إيادر أدكم النقرية قوة صالح عينا عينا دبت إن قوة يكون علي أدمنا وحوية النقرية صور وحاين لبتكم وحاين لبتكم ما أن الإله سبحانه وتعالى حكي سألنا والله نبي عليه الصلاة والسلام من التمامي إنه ما دين تصدع إله سبحانه وتعالى قول جلد من داف في ديسو إن لا أي أضمنا إن الإله سبحانه وتعالى حكي سألنا نبي محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ذنبي لا يغفر يكاد يكبر إلى سبحانه وتعالى وغضبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الدرب ليه ما أن وجب إلى سبحانه وتعالى حديثا أيها مقر شيئا من الله وانت مدافع في ديسا إنه من كان وحبه من حد الله ينسى إن سد بير كما حتى لا يسنه ما مسنع أو أين أنت يسنيه إن إلى سبحانه وتعالى ذنبي أن يكون نعمة سادرات وحين يتحسسون ان الهي من القرن الهي من القرن والهي من ربا ان حسسنا الله وان حسسنا الله من ربا في وقت ربا الهي سبحانه وتعالى من القرن الهي من ربي يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آيات سير كل قول وإسكال هذه إذا توبر يا إله سبحانه وتعالى حكي سنة ونقطة إن أتكم تنصر وإله سبحانه وتعالى ذكر إيسي حسكي سنة إن أتكم تنصر أيين مكة وعبيين كالضوشي أيين أدعى إسكال هذه إلهي ما أقول لي لا تلهكم أموالكم ضدك المؤمنين إيمان لا إله سبحانه وتعالى سوى الله يين الى المشهورين حولهم يا اولاد المدونه اولادنا يا حولهم يين الى المشهورين واين الى المشهورين عن ذكر الله الى سبحانه وتعالى مسجدا ومن يفعل ذلك طفق صلاه سميه الى سبحانه وتعالى ذكر عيسى كمشغوله الى سبحانه وتعالى توبه عيسى كمشغوله الى حق سيدنا الله كمشغوله يعني بك وحويا كمشغولين حولهم يا اولاد يسوع صلاه سميه فاولئك هم الخاسرون بلا عيد هو واحد غني هو خساره خسارها بكي وقل عيد غني الهي بقول لي وانفقوا مما رزقناكم من قبل واحكم بحيا وحياه الباب الثاني واحكم بحيا وترك الهي سبحانه وتعالى وادومه الهي سبحانه وتعالى وهو جاهل ومن كان وحويا الاله الله يدومه هو كم شغوليا الهي سبحانه وتعالى حسكي كم شغوليا اي سبقنا فيه انه كم شغول حسكي الهي أولادي في عبوديته يأدي لما يكون مشكورين رسول وزال ليه إسرائيلية وآذوا تحدى وها مشكورين وهجازلين إله سبحانه وتعالى حديث وقال إليه من علمين إله يقول كل سيد وأنفقوا مما رزقناكم وهو لا يوم بركة وعوية صدقه ولك إله إنه متمام إله سبحانه وتعالى إنت آل إله الذي فرقه من بلاعين صدق إيسا ووحد من الزينة وحكده وقصة إيسا ويو وإنتم صدق إيسانه وإن الله سبحانه وتعالى حسوسيه وإله سبحانه وتعالى ما يجيز أن يقل جيسه الله تبارك وتعالى من يكون كتر حسوسيه إلا هو بيت دوره من قبل أن يأتي أحدكم الموت إنت إلي جريد ديما ما أعطي يوحى سنسين وحكا بحيا لما تعالى فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل غريب يا رب ربك يوم لولا أخرتني إلى أجل غريب يا دبي ودك كده أجل شيئا إلى أجل غريب مدية ما تقولك فأصدق وأكون من الصالحين تبيت عن صدقيته أو عن وحبيه ودرته من هذه السنة أكون من قضية لكن تعصي مدعا عزيز الله سبحانه وتعالى لي ما لن توصل أرضه أو إله سبحانه وتعالى لهرقينه إن نفتي سنة قبلي أنا لا قاضي تعصي مدعا عزيز
والله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقموا الصلاة.